واجبات الدعوة الى الله سبحانه الداعي الى الله سبحانه وتعالى كثيرة، ولكن من اهمها اولا تعلم العلم الشرعي، لان العلم قبل القول والعمل، كما قال الامام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا يمكن يا جماعة لا يمكن لإنسان دار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وما يكون متعلم ما يدعو إليه أو ما يدعو به، لازم يكون متعلم الشيء الذي يدعو به. ونحن ما بنشترط إن الإنسان عشان يكون داعية لابد يكون عالم بجميع مناحي الدين ومناحي الإسلام، لكن الشرط إنك تكون عالم بما تدعو إليه، يعني المعلومة دار تقدمها للناس لازم تكون أنت عالم بها من الكتاب والسنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن كيف؟ على بصيرة. ومن هنا أنا بحذر أي أحد من المسلمين عامة ومن الإخوة خاصة إنه يدعو إلى شيء وهو لا يعلمه وما عنده فيه علم، أو يناقش بعض طوائف أهل البدع وهو إما ما عنده علم بالنقاش أصلا وأسلوب النقاش الشرعي والجدال الشرعي، أو ما عنده علم بالفرقة أو الطائفة أو الشخص اللي بيناقشه. بالذات مع انتشار وسائل التواصل دي كثير من الناس أي واحد فيها ده يعمل فيها مناظر ويناظر، وتلقاه يضرب ليك الساعة 12 بالليل: الحقني، الزول جاب لي شبهات دارك ترد عليه سريع. طيب انت دخلك هنا شنو؟ من البداية أي زول يجي يقول الحقوني وأنا عندي شبهات فكوها لي وروني الرد عشان أرد على الناس، ده ما من أهل النقاش أصلا. وما أكثر هؤلاء الناس اللي بيسووا العملية دي، كثيرين جدا والله، كثيرين جدا للأسف الشديد، للأسف الشديد كثيرين جدا 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 جدا. الواحد بيخش ويحشر نفسه في حتة هو ما قدرها. واعلموا أيها الإخوة أنه من أصعب الأشياء، من أصعب الأشياء في مجال الدعوة وفي مجال العلم، المناظرة والمناقشة والمجادلة. أصعب شيء، أصعب شيء، أصعب شيء، أكرر ثاني، أصعب شيء. لأنه أنت زول اللي بتناقشه ده حتى لو عارف طريقته شنو أو حزبه شنو أو جماعته شنو، أنت ما عارف الشبهة اللي حيجيبها لك الليلة شنو، لأنك ما بتعلم الغيب. فالموضوع ده موضوع زي ما بيقول أحمد البدر، موضوع طويل خالص، كونك تناقش زول خلاص أو تناقش طائفة أو حزب أو جماعة، والله الموضوع ده موضوع صعب شديد يا جماعة. لذلك الإنسان ما يتعجل ويستعجل، بالذات شايل لك موبايل كبير في يدك تشخط النهار كله ورد على فلان ورد على الطريقة ورد على فلان ورد على الجماعة الفلانية، وأنت ما عارف لا ذيل لا ذيل ولا عارف الحاضر شنو ذاته. وفي الغالب الإنسان اللي بيخش في محلات زي دي وهو ليس أهلا لها، في الغالب إما صار مع أهل البدع هؤلاء الذين نناقشهم، في الغالب يبقى معاهم طوالي، أو صار مهادرا لهم، أو دخلت له بعض الشبهات دون أخرى. تلقى وهو ما بيحس الشبهات دي بتخش يا جماعة زي الجرثومة في جسم البني آدم، ما بتحس إنه بتين دخلت، لكن بعد ذاك بتحس بالأعراض بتاعتها. لكن دخلت بوين؟ معياته أكل أكلته، معياته موية شربتها، معياته عصير شربته، ما بتعرف دخلت بتين وبوين، لكن الأعراض بتاعتها بتظهر عليك، الأعراض بتاعتها بتظهر عليك. لذلك أهم حاجة طالب العلم
ما يبدأ حياته بالنقاش والمجادلة والمناظرة فيما لا يعلم ولا يعرف ولا يدري عنه شيئا. واعلموا أن أصعب شيء في هذا المجال المجادلة والمناظرة وهذه الأشياء. الموضوع ده صعب شديد والله يا جماعة. وإنت الله ما كلفك إنك تلقي بيديك إلى التهلكة. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان ما يلقي بيده إلى التهلكة. ولهذه كثير من الناس بيفهموها فهم قاصر وناقص. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يفهم إنه ما يمشي محل ضرب يضربوا فيه أو يدقوا أو يمشي محل حر شديد يقوم يهلك يمرض. يفهموها بالهلاك البدني ما الهلاك الديني. وهيدخل فيها أول شيء قبل هلاك البدن والأمراض العضوية والجسدية يدخل فيها مرض القلب. مرض القلب والمرض في دينك. شكيد النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي شنو؟ القلب. فقصد بصلاحه وفساده ما الأمر العضوي إنما أمر الدين يا جماعة. أمر الدين. فالإنسان يحافظ على دينه وما يجادل. إذا كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يجو جماعة من الضلال من المبتدعة يقول له: يا إمام اسمع. قال: ولا كلمة. قالوا: نقرأ عليك أحاديث. قال: ولا حديث. قالوا: قرآن. قال: ولا آية. ووضع أصبعيه على أذنيه ثم قفل بابه في وجوههم ودخل. ليه قفل إذنينه؟ عشان ما تركب لي شبهة. فإذا كان الإمام أحمد بن حنبل فكيف بي أنا وأنت؟ كذلك في طلب العلم لا بد من البداءة بالمهم بالأهم ثم المهم. أهم شيء تتعلمه تتعلم العقيدة. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. رواه الترمذي بإسناد حسن. وروى الإمام أحمد بإسناد صحة والألباني بسلسلة أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال: يا بني أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. شفت كيف؟ فأول شيء تتعلم العقيدة. كويس. أول شيء تتعلم العقيدة والتوحيد. جزاكم الله خير بارك الله. قلنا من واجبات الدعوة البداء بالتوحيد والعقيدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. عشان كده يا جماعة كثير من الإخوة الواحد بيخطئ في العلم أو في الدعوة. يعني تلقاه عامل شمطة مع الناس في المسجد، وبالذات مع اقتراب رمضان مسجد يكون فيه ناس بيعبدوا القبور وناس أهل بدع وعندهم اعتقادات، بعض المصلين تكون شركية يعتقدوا في المشايخ في الشيوخ وإلى آخره. تلقى عامل معهم شمطة ومشكلة في السبحة، أو عامل معهم مشكلة مع اقتراب رمضان في إنه التهجد والتراويح جائزة ولا ما جائزة، ويصلوا تهجد ولا ما يصلوا بعد التراويح. والناس تلقى ساقطين في العقيدة. فلا شك أن هذا من جهل هذا الرجل الذي نصب نفسه داعية إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس كذلك. لأن الداعية أول ما يركز على العقيدة. والناس اللي ما قبلوا باقي السنن دي ذاتها أو المستحبات أو حتى باقي الواجبات، إذا قبلوا العقيدة ووحدوا الله سبحانه وتعالى حيقبلوا الباقي يا جماعة. إذا هم وحدوا ربنا سبحانه وتعالى حيقبلوا باقي الأشياء لابد، بالذات إذا وحدوا ربنا تمام حيقبلوا باقي الأشياء، السنن، المستحبات، باقي الواجبات،
هذا إذا وحدوا الله عز وجل حق التوحيد. فأنت أبقى داعي فاهم نجيب، ركز على العقيدة تمام. إذا الناس وحدوا تمام بيقبلوا باقي الحاجات دي، لكن تبدأ لهم طوالي إنه والله التهجد يجوز وده قال ما يجوز وده قال يجوز، ما بيقبلوا كلامنا أبدا، ما بيقبلوا لك السنن طالما ما قبلوا العقيدة. دي مسألة. مسألة بعديها من واجبات الداعية أن يبدأ بنفسه أولا، ثم عشيرته ثانيا، ثم مجتمعه. أول حاجة تبدأ بنفسك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لما تقولون ما لا تفعلون، تطبق الكلام ده في نفسك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز العشر آيات فنحفظها من النبي عليه الصلاة والسلام ونفهمها ونطبقها ثم ننقلب نعلمها أهلنا فتعلمنا العلم والعمل معا. لازم تطبق هذا العلم وهذا الدين في نفسك أولا، عشان ربنا ما يسألك، وعشان ما تكون كالحمار يحمل أسفارا تكون زي اليهود وزي أهل الكتاب. بعد ذلك تطبقه وتدعو له أهلك أولا قبل المجتمع. فلا يمكن الداعية يكون ما شغال دعوة في بيته ولا في زوجته ولا في أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، هكذا النص. وحديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، كلنا نحفظ الحديث، لكن الحديث عبد الله بن عمر ساق الحديث وأورد عنده قصة عجيبة جدا رواها الإمام مسلم أو البيهقي القصة، لكن الحديث رواه مسلم. قال أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم وقد أدخل الغنم في مرعى خبيث، وبجانب هذا المرعى مرعى حسن، في مرعى تمام أخضر ومرعى كعب جنب بعض. الراعي بتاع الغنم ده شال الغنم دخلها في المرعى الكعب، فقال له ابن عمر يا راعي الغنم ويحك اتق الله، فإني سمعت النبي أدخلها في المرعى الحسن، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذا كان ربنا يسألك من الغنم فكيف ما يسألك من زوجتك وأولادك؟ لابد تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما تطلع تدعو المجتمع البرة. وهنا تنبيهات، التنبيه الأول إنه الدعوة في ناس البيت في الغالب ما بتمشي بسرعة، بتمشي زي الحقنة بتاعت البنسلين بالراحة بالراحة، ما بتمشي سرعة، لو مشيتها سرعة بتنفجر. ليه؟ لأنه ناس البيت بيستصغروك في الغالب، ده أبوك عمره 65 سنة وأنت عمرك 22، أبوك ده كان شالك قبل فترة وأنت كنت لابس بامبرز وبولت فيه صح ولا ما صح؟ لا يمكن الليلة أنت تجد نهيره، لا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا يمكن يحس أنك أنت بتتعالم عليه وعامل فيها أعلم منه، لا كده ما حيقبل. ولا يمكن تنصحه قدام الناس، أبوك تنصحه قدام أخوانه قدام رجال الجيران تنصح أبوه تغلى، ده حرام، ما بيقبل الكلام زي ده. إن ذكرت له القرآن كله ما بيقبله، لأنه ده أبوك بيستصغرك بيذكرك أنت صغير امبارح ده. يبقى هنا الدعوة دائرة حكمة ودائرة فن من الداعي، الداعي ما يكون بليد، يكون عنده فن عنده حكمة. تدي أبوك مكانته، يا أبوي ما شاء الله أنت عرفت الإسلام قبل إيه؟ ما صرت عرف الإسلام قبل إيه؟ ما هو أكبر منك،
دي ما كذبتها وكذا تنفقه تمام بعد ذاك تدي الحق والله بيقبل وبالذات اذا بقى براو وبراو في ساعة بتاع الصفا لحظة بتاعت في مكان يكون فيه رايق لأنه بعض الأبهات لما يكون في البيت بيكون مزاجه معكر في كده في ناس كده في أبهات كده لكن لما نمشي على الشغل تلقى رايق أمشي ليه هناك أنصحه هناك أو العكس أو اتحين الوقت المناسب لنصيحته ما تستعجل يعني ما إلا المنكر ده يغير هسه دي لا في منكرات ممكن تأخرها عشان تتغير مش تأخرها مجاملة لا تأخرها عشان تتغير حقيقة وفعلا فالدعوة ما ساكت حفظت نص أو نصين أو حفظت القرآن كله أو السنة كلها خلاص أنت بقيت داعي لا وألف لا وإلا ما كان ربنا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن دي كل حاجة منها درجة منها أنت لو تتعلم تمام العلم حتى أن تقدر تدعو بها الناس لابد يا جماعة فالدعوة في البيت فالدعوة في البيت دائما بتمشي بطيئة لكن لازم تكون موجودة بعدين أحيانا ممكن أنت ما يقبلوا منك ناس البيت جيب شريط شغله ممكن يقبلوا من شيخ فلان أحيانا العكس شيخ فلان ده أنا مثلا عنده مشكلة مع اسمي ده ما إلا جيبني أنا تجيب شريط حقي جيب واحد تاني أصل يكون فاهم وفي بعض الناس أهل البدع يختبروا أخواننا أنت بتعرف أنت شيخ مزم الفقيري إذا هو بكره مزم الفقير يقول لا بكره هذا شيخي ما بكره هذا فما أنت ما تدخل نفسك وتزور نفسك في زقاق ضيق وما تقدر تتخارج منه بعدين وبعدين تبين لهم تقول لهم صح فلان ده شيخي لكن يخطئ ويصيب كده لو جاب لك أي خطأ أنت عملته شنو؟ عملت لك درجة خلاص تقدر تدافع تقول لهم على باطل كلامه ده باطل قال تعالى كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية دي قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ونادى يا بني هاشم يا بني كعب بن لؤي يا بني عبد مناف كلهم أهله وأقربه ناداهم إبراهيم عليه السلام أول ما ربنا سبحانه وتعالى أوحى له جل أبو يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فبدأ بأبو بعد ذلك طلع لشنو لقومه وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مشى لقوم ابن كثير قال بدأ بأبيه أولا ثم بعد ذلك خرج إلى قومه فلا بد تبدأ بين بيتك وأهلك وعشيرتك بعد ذلك تخرج لشنو يا جماعة لبرا لأنه عشيرتك ديل لو قبلوا الدعوة جزء منهم أو كلهم ديل بيحموك بعدين بعض الله سبحانه وتعالى بيشكلوا لك حماية دائما أهل الإنسان بيشكلوا لزول شنو يا جماعة حماية حتى لو ما متفقين معك في كل حاجة ثم ربنا بيسألك منهم أولا لأنه ربنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين المسألة التي بعدها من واجبات الداعية لا بد للداعية من الحكمة في الدعوة والحكمة أن يضع الأمور في نصابها ما كل إنسان بينفع معه الشدة يا جماعة ما ممكن تجي جامع وتركب لهم المكنة بتاعت الدجال ناس قاعدين لها قريب 600 شخص خلوا شاي المغرب وواحد ما تعشى وما تغدى خلاه قاعد لك انت ده الصغير ده العمر 25 سنة تقول له فهمت وانت فاضي ليه تفهم وقعد لك انت مجنون وقعد لك تعب انت فاهمه بالراحه الزول ده قعد لك خلى النادي خلى الشيشه خلى الكشتينه خلى الضمنه خلى اولاده في البيت ومرته خلى الغداء قعد لك بدل ما تلطف فيه وتقعد تقول انت فاضي لي وتنبذه وعاطل وتنبذه ده ما حيقعد لك ثاني فلازم تفهمه بالراحه اي نعم تفهمه بالراحه الزول المعرض الما داير الدين والمعاند وداعية الضلال والمجرم ده هو أسلوبه براو ليه بتكلم عن الزول اللي قعد ليك اختارك من دون الناس قعد ليك ما تبقى زي ذاك تنبز الناس وتبزغ فيهم علمه زول قعد ليك ده علمه وقع له الفهم لكن لما تمسك مثلا الصوفية تنبزهم له عواليك
وكذا واولاد كلب وبتاع، انت ما وريته انه النازل ضالين، انت نبسته بس وانت زعلان لنفسك ما زعلان لله. فهموا انه دعاء غير الله شرك. الدليل من الكتاب: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فهموا الذبح لغير الله شرك. الدليل: وقل لهم يا جماعة الكلام ده ما كلامنا، ده كلام الله وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دارين ننتقم من زول، وما دارين زول يتابعنا، ونحن ما عندنا يا جماعة لا حزب لا تنظيم، نحن على الكتاب والسنة، دارين الناس يتابعوا كتاب الله وسنة رسوله. وري الناس وخاطب عواطفهم وخاطب عقولهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى خاطب عقول الناس. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى قال: كل من عليها فان. دي براءة آية تكفي، لأنه الشيوخ اللي بيدعوهم ديل فنوا وماتوا، فكيف يخلق الجنة؟ كيف يدوا الولد؟ كيف يهبوا الذرية؟ كيف ينزلوا المطر وهم ماتوا؟ خاطب عقول الناس زيل، خاطب قلوبهم اللي عنده شبهة بالزيل له، الدائر موعظة بتوعظه. ربنا قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده الدين كده يا جماعة، الإنسان يكون عنده حكمة وعنده فن في الدعوة. كذلك الحكمة أن تخاطب كل إنسان بحسبه. زول دكتور طبيب ما ممكن تتنهره وتقول له فهمت فهمت، هو ده بيشوف نفسه أفهم زول، فأنت لابد تخاطبه: يا دكتور إذا بينك وبينه جالسين أنتوا كده مع بعض، يا دكتور الموضوع ده طبعا شرك لأنه ربنا قال كده وده كلام ربنا وما كلامي أنا، تكلمه كده وتخاطبه بعقله، الآيات ذاتها خاطبت بالعقل والأحاديث وأقوال السلف، خلاص تدي ما كانت بيقبل منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، حديث البخاري، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، أسلم تسلم. بعد ذاك كلموا باقي الكلام وذكر له الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، لكن الشاهد قال له إلى هرقل، شنو يا جماعة؟ عظيم الروم. وده ما فيه ثناء على أهل البدع زي ما فهموه الحزبيين، ما فيه أبدا، لأنه ما قال له إلى هرقل العظيم عندنا المسلمين، ولا قال له إلى هرقل العظيم وسكن. عظيم الروم، هرقل عظيم عند الكفار ولا ما عظيم عند الروم؟ مع كفار خلاص عظيم الروم، عظيم الروم. فذكر بما هو فيه ولم يمدحه، لأنه عظيم من أهل الكفار ديل من الروم. فالإنسان يخاطب الناس بحسبهم، دي مسألة مهمة. أبوك ما ممكن تقول له: حاج حاج الحجاب شرك، إن شاء الله الدلق في وشك، عرفته أنت الغلطان. إبراهيم أبوه مشرك، مش مشرك، في الروايات قالوا هو اللي بيصنع الأصنام ذاته، قال لي: يا أبتي يا أبتي لما تسمع ما لا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، شفت كيف؟ ويعقوب عليه السلام يقول: يا بنية يا بنية يا بنية يا أولادي. ولدك برضو قل له: يا ولدي. خلاص لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعدين انت افهم حاجة، قول المجتمع ده كله ما قبل دعوتك، اشتغل في أولادك دي، أولادك انت ولدتهم بعينه لأبوهم، ده بسوي شنو؟ صحيح ولا ما صحيح؟ شفت ذيل من قبله إن اهتدوا بسببك وقاموا على التوحيد والسنة والمنهج الصحيح، والمجتمع ده كله كفر بدعوتك، أنت ربحان. لأنه أقلش الناس ربنا مسؤوليتك، ربنا حيسألك منهم، حيسألك منها، أنت أديت عليك. عشان كده زول يبقى نجيب، يبقى ذكي، يبقى فاهم.
واترك باقي المجال لشيخ أبو بكر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.